السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة التاسعة وهي How to do a journal club. طبعا هذه المحاضرة adapted from a lecture found on the internet and I took the permission from the lecturer to have it and lecturing it. Our objectives in the lecture is to define JC. طبعا JC هي تعني Journal Club، بس أنا حبيت أحطها بهذا المختصر لأنه الكثير من الناس while you are أنت في الراوند ولا بكرة بس تتخرجوا بإذن الله وتمسكوا مناصب عليا والله يوفقكم، حتلاقي كثير يقول لك let's have JC، our JC is on Monday، وأحيانا يقعد يسألوك إيش يعني JC وأنت يكون ما عندك أي فكرة. فJC هي مختصر كلمة Journal Club. We want to describe the importance and benefits of Journal Club and to provide practical guidance regarding the article that we have to select while intending to conduct the Journal Club. إيش the preparation patterns and methods اللي we have to do with the presentation and the feedback. بعدين we have to identify additional resources that we might need for our Journal Club. As a definition, إيش هو Journal Club؟ هو an educational meeting in which a group of individuals discuss current articles, providing a forum for a collective efforts to keep up with the literature. هو عبارة عن اجتماع تعليمي، مجموعة من الأشخاص يجتمعوا عشان يناقشوا مقال معين، هدفهم من هذه المناقشة إنه جمع الجهود المبعثرة على أساس يكونوا على دراية بأحدث ما يدور في أروقة المعلومات الطبية. طيب الفوائد إنه هو stay abreast of literature، تبقى على اطلاع حديث دائم بمصادر المعلومات أو بالمقالات. وإحنا زي ما إحنا عارفين 6 مليون medical articles published per year، يعني حوالي أكثر من 6 مليون مقال طبي ينشر سنويا، فهل عندنا قدرة إن نلاحق ونتابع 6 مليون هذه؟ I don't think so. لو فكرت إنك تقرأ مقالين باليوم لمدة سنة، يعني هتقعد حوالي زي ما يقولوا 82 قرن، يعني متأخر حوالي 82 قرن وانت ما خلصت سنة واحدة. Anyways, application for research to practice، على أساس إن الأشياء اللي نسويها بحوث ودائما مراكز الأبحاث أجروا هذا البحث، وإيش الفائدة عشان نتائج البحث هذه نطبقها على البراكتس. طيب الـ potential goals، ما هي الأهداف الممكنة أو الفوائد الممكنة من هذه الـ journal clubs؟ طبعا هم ليش سموها journal clubs؟ هو club زي ما قلنا تجمع، journal مقال من journal جايبينه. الأهداف منها إنه هي build a career knowledge base. أنت بس تصير مثلا تبغى تسوي journal club عن الـ hypothyroidism، لأنه أنت ماسك الفرع حق الإندوكرينولوجي، فهتلاقي شيء رائع جدا انه صارت كل النولج او معظم النولج اللي في هذا المجال انت عندك في دراية فيها، فبنيت لك قاعدة علمية ممتازة في هذا المجال. Update on current medical literature، كل ما هو حديث و يعني متجدد في المقالات هتلاقي نفسك انت عندك في دراية. Review particular topics، انت هتضطر لانك انت مثلا متخصص او انه جونا كلاب حقك على الهايبوثيرويدزم، هتضطر تقرا كل شيء يتعلق في الهايبوثيرويدزم. discuss controversies، هتشوف ايش المتناقضات في هذا المجال، ولازم توجد ارضيه لمناقشتها على اساس تعرف ايش سبب الاختلاف وكيف نتغلب عليه. Improve clinical practice، لما نعرف كيف نتغلب على الاختلافات سنحسن من الممارسة الكلينيكية بين الأطباء كلهم وبالتالي المريض حيستفيد. Teach critical literature appraisal skills، يتعلم الباحث أو الملقي للجورنال كلب كل المهارات المتعلقة بانتقاد المقالات العلمية. Serve as a spring board for research ideas، ايش يعني؟ يعني انت قاعد تقرأ في مقال حتلاقي فيه نقطة والله هذه تنفع اني اسوي منها بحث، هذه النقطة لا ما بحثوا فيها كويس ينفع ان احنا نجري عليها بحث. فسبرينج بورد يعني شيء، يعني افكار تنط لك كل شوي في المجالات البحثية. provide a vehicle for honoring teaching skills، هي تكون وسيلة لك انه انت
تقتني جميع المهارات التعليمية. أنت الحين حتقرأ مقال، حتفهم، وحتروح تشرحه للآخرين، هذا حيعطيك مهارات تعليمية. Build database of reviewed material for group. أنت مثلا الآن جمعت مثل ما قلنا كل المقالات تتعلق بالهايبوثيروديزم، وصار عندك داتابيز موجودة عندك لهذا المرض. أي أحد يجي يسأل والله أنا أبغى أي شيء حديث عن الهايبوثيروديزم، أقول روح لفلان لأنه لسه جديد مسوي جورنال كلب، كل شيء حتلاقي عنده. فتصير أنت مرجع للأشخاص الآخرين، كونك تصير مرجع معناته أنت ما حتوقف عند الجورنال كلب اللي ألقيته، حيجوك ناس بعد كذا، فلازم تحدث معلوماتك وتجيب. فتصير أنت خلاص هذا بتلاقي نفسك تخصص في شيء أنت بس بسبب أنك أجريت عليه جورنال كلب. Provide social forum outside working environment. هذا ليش؟ لأنه دائما حنيجي بعدين نتكلم إنه social forum إنه أنت أحيانا وأنت قاعد في مطعم، وأنت قاعد في كافتيريا، وأنت قاعد في مجلس، فتحوا عارفينك إنه أنت ما شاء الله متخصص في الهايبوثيرويديزم، فيا أخي والله أبغى أسألك فيه كذا كذا، واحد عنده الغدة حقته كذا وكذا وكذا، فتلاقي ناس ما تعرفهم بس لأنه أنت عندك هذا النولج، جو اقتربوا منك عشان يسمعوا وتعرفت عليهم، معلش تعطيني جوالك عشان بسألك بعدين، فصار في علاقات اجتماعية بسبب هذه النولج. Presentation outline، ايش هي الاوتلاين حقت البرزنتيشن؟ اول شيء واهم شيء انك تختار المقال، اختيار المقال له قواعد حنقولها بعدين. Preparation الاستعداد، article presentation عرض المقال، بعدين reflection او هو ردود فعل الاخرين على القائك. طبعا لما تيجي تختار المقال، نتكلم الان على اختيار المقال، لازم تضع في بالك different perceptors different expectation، انه انت لما تيجي تبغى تلقي المقال على الهايبوثيرويديزم ما حتلقيه لحقين الاندوكرينولوجي بس، حتلقي لحقين الاندوكرينولوجي، حتلقي مثلا لحقين الفاميلي ميديسن، حتلقي مثلا لحقين السيرجيكال بروسيجرز اللي هم يسووا عمليات الثايرويد كانسر. فتوقع انه في عندك different بريسبتورز، يعني ناس من تخصصات مختلفة ولهم توقعات مختلفة انهم يسمعوها من محاضرتك، كويس؟ فدائما انت لما تحط اسئلة معينة تسألها هيعطيك اتجاهات مختلفة توجهها للآخرين. Identify reputable sources، انت جمعت الناس وجايبهم وتبغى تتكلم على جورنال كلب، مفروض انه انت تجيب sources او مقالات ذات سمعة معروفة، ما تجيب من مجلات يعني ما هي ما لها قيمتها العلمية المعروفة، مجلات ضعيفة، مجلات تعتمد على سرقة العبارات، هذا ما ينفع. فلازم تجيب من مجلات معروفة، مثلا Value of JC of Journal Club. Risk on Article Selection، ده كل قيمة Journal Club تعتمد على انتقائك المضبوط للأرتكل، مثلا تجيب أرتكل من Cochrane Library، PubMed، Midline، زي كده. Identify type of article desired، طبعا احنا عارفين الهيراركي في الساينتفك سترينث، اول شيء البيتا اناليسيس، بعدين سيستماتيك ريفيو، بعدين كلينيكال ترايلز. فانت دائما كل ما جبت من اعلى الهرم كل ما كان افضل. دائما زي ما يقول سيلكت ايفيدنس اوف جريت سترينث بوسيبل، يعني الايفيدنس احنا دائما نلاقي في الايفيدنس في عندنا جريد اي، جريد بي، جريد سي، اي هو اعلى شيء، بعدين بي، بعدين سي، جريد اي 1، جريد اي بي، اي 2. فكل ما كان اي او اي 2، اي 1 او اي 2، بي كذا، كل ما كان افضل. الهيراركي اوف ستدي ديزاين، هنا طبعا تركين الميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيو، بعدين في راندومايز كنترول ترايلز، دائما لانه راندومايز كنترول ترايل نختارها عشان نثبت الافيكاسي والسيفتي، والكوهورت ستاديز بعدها اللي هي تكون اوبزرفيشنال. راندومايز كنترول ترايل هي اكسبيرمنتال مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقه، كوهورت ستاديز اللي هي اوبزرفيشنال، كيس كنترول ستاديز، كروس سيكشنال سيرفيز، اند كيس سيريس ريبورت. طبعا selection of non-randomized control trial لا يعني انه انت جبت شيء ما له قيمة، لا، بس يفضل randomized control trial لو ما لقيت وجبت الافيدنس موجودة في non-randomized it's okay. طبعا يعتمد على المقال اللي انت مختار. حنيجي نتكلم على الانواع JCs. في عنا احنا شيء بنسميه شيء حنتكلم فيه على البيسك اندرستاندينج، ونبغى شيء نتكلم في البيست كارنت براكتس. فاذا كنت تبغى تتكلم في شيء يعني تبغى تجيب فيه البيسك نوليدج، الناس لسه ما هم عارفين ايش معنى دايابيتس، لسه ابغى اشرح لهم، او ما هم عارفين ايش معنى هايبوثيرويديزم نبغى اشرح لهم، فاجي ابدا الانترودكشن حق التوبك، اجيب توبك يتكلم على الانترودكشن، بعدين اختار ارتكلات او مقالات يسموها نمطيه وتتكلم على الاساسيات، هذه عشان اعطي بيسك اندرستاندينج للفيد. لكن لو ابغى اتكلم شيء ابديتد،
يعني الناس فاهمين ايش معنى الهايبوثيرويدزم، لكن ابغى اوريهم في ديتيل ديزيز عنها، في سب كاتيجوريز لهذا، فاجي اختار اللي هو اللي هو بيست براكتس، او نسميه البرايمري ليتشر او الايفيدنس ادفانس ايفيدنس انفورميشن. فيعتمد، يعني احيانا تحتاج تختار كلاسيك ارتكلز او تجيب تشابترز او تروح للتيرشري بوكس لما تبغى تتكلم كبيسك انفورميشن، لكن لما تبغى تتكلم كادفانس او ابديتد انفورميشن هتروح برايمري ريسورسز، وهذه تسميها ديتيلد انفورميشن. برزنتيشن اوت لاين، عندك الارتكل سيلكشن، preparation, presentation and reflection feedback. الارتكل سيلكشن انتهينا منه، نيجي نتكلم احنا على البرزنتيشن. البرزنتيشن عندنا انواع من البرزنتيشن، عندنا فورمال برزنتيشن وانفورمال برزنتيشن. خلينا نتكلم شوي عن هنا. هو اصلا الجورنال كلاب كيف بدا؟ بدا الجورنال كلاب انه مجموعه من الطلاب كانوا قاعدين مع استاذ والقى لهم معلومه. طبعا هو هذا الاستاذ كان له هيبه وكان ما يجرؤ يتناقشوا قدامه، فايش سووا؟ راحوا على الكافتيريا، وواحد منهم كان ماسك مقال ورايح على الكافتيريا يبغى يراجع الكلام اللي قاله الاستاذ. فهو قاعد ياكل في الكافتيريا، جاء قاعد معه زميله، فبداوا يناقشوا يعني المنطقه اللي قاله استاذهم، انه يعني المعلومه هذه اللي قالها في المقال هذا تقول غير وما ادري ايش. هم قاعدين ياكلوا ويتناقشوا، قلبوا له نقاش علمي. فجاه جاء الاستاذ نفسه عندهم على المطعم وقالوا فايش تتكلموا؟ فقالوا نتكلم في الموضوع اللي انت طرحته. فقعد معهم الاستاذ، كانت طبيعه النقاش فيها مرونه افضل، لانه ما كان في الحده اللي بالفصل او بالقاعه. فصاروا يحبوا انه يسموها انفورمال برزنتيشن، قال والله عندهم توبك يلا نجتمع على اكله على شيء ونقعد نناقش كذا احسن. كذا هي بدات الجورنال كلب. لكن في بعض الحالات لقوا انه الموضوع مره مهم، لازم ان عنده مدير اداره شيء، مو معقول احنا ندوع مطعم، فقلبت الى فورمال برزنتيشن، صارت مثلا في قاعه واو الى اخره. فالفورمال برزنتيشن مثلا عندنا اللي هي مور ستراكتشرد اورال برزنتيشن، لازم تتسوى مو بس يعني في مطعم وكلام كذا. الانفورمال هايلايت كي بوينتس كذا مع المقال، وحاط خط تحت الكي بوينتس للارتكل وقاعد يناقشها. الديستريبيوشن بوث اوف ذم، لما تكون فورمال ولا انفورمال، اذا كنت ناوي تسوي جورنال كلب تبغى تقولهم ابغى اسوي في قاعه رسميه او في المطعم، لازم توزع عليهم هارد كوبي قبل او ترسلهم ايميل عن المقال قبل المحاضره. اذا في يوم البرزنتيشن اذا كانت فورمال تجيب كوبيز اوف ذا برزنتيشن برينتد، يا اما تحط يعني تطبعها وجه وجه او كل صفحتين على ورقه زي كذا، او اذا كانت انفورمال ممكن تجيب صفحه واحده باختصر كل شيء حاطين لهم اياها في بيج او تو بيجز وحاط لهم النقاط المهمه. السيتنج طبعا لما يكون فورمال لازم اوديتوريوم ولا كونفرنس روم، لكن لما يكون انفورمال يا اما دايننج ديورنج اللانش في مطعم او اد ديسك على مقعد ولا وات ايفر يعني.